على فكرة رياض، رياض غزالي، توقفت عن زيارة أطباء نفسانيين وتناول الأدوية المضادة للاكتئاب. يعني انت جاي بطريقة ما انك تهين، لا هو مش غلط انك تاخذ ادوية نفسية ادوية صحيح أم خطأ؟ تناولت أدوية مضادة للاكتئاب؟ لا اعطيني الحرية نجاوب. طيب تناولت ادوية مضادة للاكتئاب ومش غلط، لانه اي انسان مثل ما الجسد يمرض تمرض النفس، مش غلط. الغلط انه هذه الفكرة انه تعيب اي شخص يلجأ انه يداوي نفسه. ما تقدرش تخرج من حالة نفسية بلا مساعدة طبية. على فكرة أنا خديت الدواء لفترة صغيرة فقط، مش كان باش السبب يساعدني، وراء وأنا أخذ هذا الدواء؟ كنت في فترة اكتئاب حاد. بعد توقفك عن تناول بعض الممنوعات؟ لا مش هذا، ولا مرة كنت نتناول الممنوعات، ولا مرة. كن صريح وجريء وجاوبني، لماذا تناولت أدوية مضادة للاكتئاب؟ طبيعي أي إنسان يمر في فترة اكتئاب، وأنا كإنسان واعي وعندي وعي أني نلجأ للطب النفسي، فطبيعي نلجأ للطب النفسي. تعترف أن كل أعمالك فشلت مؤخرا؟ حاولت مرارا وتكرارا تعود للساحة لكن بدون جدوى؟ ما هذا رأيك مش رأيي، أنا فرحان بوش قدمت. فرحان بالفشل؟ جدا أكيد، لأنه لم تكن ياسمين بلقاس موجودة معك. ولا مرة كانت موجودة معي باش تكون موجودة معي. ممكن تحدثني عن أشياء ما نتحدوش عن ياسمين بن عاصم؟